ومن جانبه رفعها الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وكافة منتسبيه من العمال والنقابيين أسماء آيات الشكر والعرفان إلى جلالة الملك المفدى، مثمنا قرار جلالته بتوجيه الحكومة الموقرة إلى إعادة بحث مشروعي قانون التقاعد. وأكد الاتحاد الحر على أن التوجيهات السامية كانت متوقعة من الجميع، لما يعلمه كل مواطن بحريني من حرص جلالة الملك المفدى على مصلحة الوطن والمواطنين. وأكد الاتحاد وكافة منتسبيه من العمال والنقابيين على وقوفه الدائم مع التوجيهات الملكية السامية عونا وسندا، إيمانا منه بأن جلالة الملك المفدى لا يألو جهدا في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين والعمال والمتقاعدين.